قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. يابا ليش الناس يلوموني بحب الفلسطينية؟ قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. لو كل العالم لاموني ويا حبابي ظلمتوني، انا قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. الزيتون وإلها عنوان معروف لكل الإخوان، نزلت في نص القرآن تأمن إلنا الزيتية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. يابا بيكفي يا مغتربين، نادت قالت فلسطين، عود لا ابن الحنين ترضعت عايدي، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. أنا بناشد باسم الجمهور وكل واحد بيجي له دور، نحنا بنجاوب عالفور بوحدتنا الوطنية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التراث الفلسطيني الأول حروف وطن. نحل ضيوفنا على بلدة شفر قدوم، الحكون. واللي يحبك يجي لك على القدم ماشي، واللي ما يحبك يقول لك ما دار. دخلنا على شفر قدوم، نوجه التحية لجميع أبناء شفر قدوم خاصة بالأردن الشقيق، أصدقائنا اللي احنا التقيناهم وحبايب قلبنا. وهنا دخلنا البلد، وهنا في المجلس الكروي، وهنا بنشرب قهوة، وبنقول لرئيس المجلس نرحب فيك في برنامج حروف وطن. عرفنا عن حالك. حمزة القردومي، رئيس مجلس كروي في القردومي. حياك الله يا أخ حمزة. أخ حمزة، مباشرة الأسئلة الاعتيادية اللي احنا عشان المشاهدين من خارج برضو شوف القدوم يعرفوها بيطلعوا شوف القدوم. شوف القدوم بالنسبة لإيش التسمية؟ أصل التسمية هي قرية قنعانية قديمة، الحديث دور حول تسميتها لوجود مقام لسيدنا إبراهيم عليه السلام، والمقام موجود عندنا في البلد القديمة، ما زال المقام موجود. اختتل سيدنا إبراهيم في هذا المقام بالقرطوم، يقال على أنه اختتل سيدنا إبراهيم بالقرطوم، يعني تم ختان سيدنا إبراهيم. نعم. يقال أنه تم ختان سيدنا إبراهيم. نعم. في بلدة شفر القدوم. نعم صحيح. عدد سكان بلدة شفر القدوم قديش تقريبا؟
العدد اللي سكان كفر قدوم الموجود حاليا في داخل كفر قدوم 4000 نسمة؟ نعم صحيح. مغتربين مهجرين خارج فلسطين، يعني التقديرات بتقول على اساس انه في 40 إلى 42 ألف نسمة عدد سكان ابناء كفر قدوم، سواء كانوا في داخل كفر قدوم او في القرى والمدن الفلسطينية الموجودة في داخل فلسطين او اللي موجودين في الخارج في الدول الشقيقة او حتى في الدول الاوروبية بشكل عام، تقريبا 40 إلى 42 ألف نسمة. نعم. العائلات الحمايل العشائر القدومية معنا 6 عائلات، دار اشتاوي 1، دار جمعة 2، عبيد 3، برهم، عامر علي. مساحتها في الدنمات تقريبا المساحه الاجماليه لكفر قدوم 22300 دنم. 22300 دنم. نعم. جيرانها من القرى. طبعا نتطرق لموضوع الـ يعني الـ المساحه الاجماليه فيها طبعا مقتطع جزء منها، المستوطنات الاسرائيليه اقتطعتها، شأن العديد من القرى. نعم. في صحيح. اراضي مصادره. نعم. تم مصادرتها. نعم. من الاحتلال. نعم. راحت للمستوطنات. جيرانها من القرى الفلسطينيه يعني واقعه في وسط ما بين 3 محافظات، طول كرم، قلقيلي، نابلس. جيرانها من القرى نبدا في باقة الحطب، قريه حجه، امتين، جيت، بنروح على الشرق بتجينا قوصين، وبعد ذلك بيجينا من الشمال بيت ليد وسفارين وكور. قرية زراعية شوف القدوم. نعم. يعني تعد قرية زراعية. نعم، قرية زراعية قديمة بتشي، يعني مع الناس مش موجودة عندنا مي متوفرة، بتعتمد على زراعتها على البعلة بشكل أساسي، الاعتماد على شجرة الزيتون. قديش بعيدة للغرب من محافظة نابلس؟ بعيدة 10 كيلومتر. حبيب أبو شام، قدامك حارات وشوارع بلدة شوف القدوم، خلي هالناس تتعرف على شوف القدوم. صبح على صباحك بالخير. الله يصبحك ورب. عرفني عن حالك يا طويل العمر. عبد اللطيف حسن من دار جمعة. من دار جمعة. قدومي. قدومي. قديش العمر من الآخر؟ 80 فوق. حجة موجودة؟ الحجة ما بتروح ولا بتجهاب. يعني موجودة عايشة يعني الأولى ولا الثانية؟ باش أنا واحد ما من يسجل فيه تخلص. لا. ليش؟ مستعجلة بدي سجل ملف. ما سجلت وخلص. أبو إيش البراتي؟ أبو حسن. أبو حسن. يا أبو حسن 80 سنة بدنا نقيم منهن 15 بدنا نقيم مشان نخلف تشوف القدوم. زمان لما بكى عمرك 17-18 سنة جيب بكى تشوف القدوم، إحواس، شل حمولة، شل عشيلة، إلى حوش لحال أحسن مليون. لا لساته من طول بالك من اليوم. أفهم من اليوم الاختيارية اللي بكوا هناك في هذاك الوقت، أفهم من الزلام ما لوش شبيل، ما لوش تدبير، ما لوش. أيوة. اللي ما عندوش كبير ما هو كان زمان له، زي ما كلك كان زمان له دولة والجال.
هسه بدي اسالك انت لابس هاي شو بسموها هذه عبا هذه فروه بس جديده مش فروه قديمه سيدك وحياه ابوه كيف بكى لبسهم في شوفه القدوم زمان يشتي يا بالطو يا خلكه عبا يا خلكه بالطو الكمباز والجبر وينه والجبر مزبوط هذه بكت الشغل اللي يلبسها بكت موجوده وغيرها موجود في مثلا في ناس بلبسها مخلطه انت لحقت الموضه يعني لحقت الموضه مش لحقت الموضه طبعا بدك تمشي مع الزمان هسه بدنا نمشي مع الزمن يعني كمل شوي بكذا اللي كمل واللي كمل شايف يا حمزه طب ولا مزبوط ولا طيب يا سيدي بكذا قلت لي هسه بدي اسالك شو القدوم كل حمولي لحوش لحال ولا لا كل حمولي لها ديوان لحال ايوه ديوان لها مدووين ولا تسالك دواوين قائمه حتى الان مضافي يعني ديوان مضافي لما بكى يجي ضيف المنو يتفلت بده يعد على مضافته المضافي بكينا يجي الضيف على المضافي ويحطوه في المضافي ويجيبوا له اكل على المضافي وكل شيء جميع الموجودين يجيبوا له اكل من كل الحمايل اللي موجود في المكان يجي يروح يجيب اكل من بيته يجيبوا 20 صحن 20 سدر هذا منو يجيب هذا الموجود زيت وزعتر ودحابين لبني وكل شيء بيض بلدي مزبوط طيب بدي اسالك بلدكم بكى فيها عيون مي ولا بيار الجمع؟ كلها بيار الجمع يعني كل دار فيها بير ولا في بير للبلد؟ في بيارة لكل ناس إلهم بيارة في البلد يعني إلهم ما بعرفوا بيارة لما تصدف ما يخلص البيارة وتشيل الدنيا بكى تشيل مثلا في أرض تتأخر الوسيم يخلص البيارة يروحوا يملوا من واد كانا على الحمير وعلى الدواب على الحيوانات من دير شرف فينا بيع يروح يجيبوا مي من هناك تفضل يا حاج لما بسكوت ايام زمان من الارض زراعي برنامجنا اهلا اهلا هذا اللي بكى يصير يعني دار الجمع لما تخلص طيب بدي اسالك ولا اسالك عن ذنوبك لما بكيت انت لما تجوزت قد ايه بك عمرك؟ قبل 20 تجوزت بجوز 19 18 هيك اللي اخذتها قرابتك؟ بنت عمي تحريتها يعني؟ ابوي جابني بنت اخوه بنت عمي تاخذ شي لها بكيت انا ما بقدر اخرج عن خط ابوي جوزني شو قال له ابوك؟ طيب يعني خلص انك اوت ابوك قال لك تاخذ لك بنت عمك واخذت اياها وجوزني والحمد لله خلص انا هسه بيتي في 35 نفر طول بالك طيب قد ايه دفعت ايام الفيت قد ايش بكى؟ ولا دفعت 150 ليره جابني مكملي جابني عمك بكى موجود؟ لا يتيمي اكاروطه يعني ابوي اخذ اياها لانه ما لهاش ابوه عمك بدوش امها موجوده امها امها بكت موجوده ماتت ما هو اللي بموت ابوه بكلوا عنه قاروط اللي بتموت امه يتيم بكت امها موجوده بكت امها موجوده وعملوا لك عريس ولا يلا احكي لنا ودبايح اخبط شخته ودبيتي وتعليله وتعليله بساحه البلد واحد حد لبسوه ثوب حرمي وجابوا له بعوال كل ساعه يخبطوا صاحي للعدس؟ ولا يعني عملوا لك سهرة تعليلة في البلد على الدوار الدوار وذبايح وكل شيء وذبايح وكل شيء مزبوط ويعملوا لك زفة؟ زفة ولا الخيل يا مدلل؟ الخيل يا مدلل اها ايش بكيت؟ وشو بكيت لابس ايامها؟ الكمباز ولا لا 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 بكيت لابس بكي بكيت شب يعني هيك ولابس بكي بكيت غاوي ولا بدلي وين استنى شوي شو بقى يغنوا كل شو بقى يغنوا كل شو بقى يغنوا رئيس المجلس طبعا مشان بدبكي وهيك يا حلال يا مال عظهر الخيل المدلل مزبوط ها روح المدلل على الدار روح المدلل على الدار ولحقت قصدي انعزمت على الحمام انعزمت في الحارة الفوكة عزموك على الحمام بدي اسالك وانصمدت العروس في بيت من البيوت يعني انصمدت العروس في بدار اهلها للمغرب راحوا جابوها من دار اهلها دار الخيل يعني ما صمتت جنبها انت؟ بكاش الواحد ينصمد مع عروسته بكاش لك هي يحكي معها في الطريق هذا عدوك انت بكاش ينصمد بكاش يروح يصمدوا يدقشوا روسهم او يربطوا له الختانيه في مطراك هيك لا 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 ما حدا ربط لي ما حدا ربط لك؟ انت راحوا جابوها بفارده جابوها على دار ابوك قاموها بضربوها ضربوها بكيت طيب انت بكيت شايفها يعني؟ لا ما شايفها بعرفها وكيف طيب ولا ها؟ بس عمري انا ايش ما فيها مش ممكن يعني ولا ما طبخة العرس زمان قلت لي بكيت يعني مناسف ولا شو هي فتيت ولا مناسف لحم ولبن وكل اها عملوا لك عرس مرطب يعني ولا يعني ابوي يعني مع احترامي للكل يعني قادر يعمل بكى يعمل
طبعا بساطته ما شاء الله. اول ما حكينا معه يا حمزه اللي بقول لك ايش هو انت بدك تروح وانت لا لا ايش بدي بها خلص تكرامها صرت له وهي تكرام طبعا هاي الفطور المناكيش الفلسطيني الزيت والزعتر والبيض البلدي والجبنه ومشان تقول الله طول عمره ابو ايش كنا احنا ابو حسن طول عمره جلاب الغنايه هذا من شرقه البريق مشان تعطيها للحج ام حسن اهلا وسهلا امرك وبدنا نفطر بمعيتك تفضل انا والله ابو هشام احنا بنفطر وانت تروح كذا البحارات والله شغل كدوس جفر القدوم للغرب من محافظة نابلس على الطريق الواصل بين محافظة خلقيلة ومحافظة نابلس وطول كلمة بتتوسط هي المنطقة جابونا عند هالحج البرتشي من أي حمولة أنت حجة؟ من إيش البرتشي؟ أنا من نايف إن شاء الله بضل أولاد نايف من أي حمولة؟ من دار الشتاوي يعني قدومية ما جابوشيش غريبة لا لا من البلد الحج موجود؟ رحمة الله عليه العمر الكفر الله يرحمه ويعفي عنه الله يسلمك الله يرضى عليكم كدش العمر ابن البرتشي عمري بدات بال 67 العمر كليات وهسه بدي اسالك لابس تنتي هذا اللي بالزمان ما ظنيش لا هذا زي الفلسطيني زي الفلسطيني بس البكين يلبس له قبل امك وحماتك عنده موجود جيبك فستان وزنار وخركه وانا لهسه التراث عندي يعني بنات المدرسه بجين باخذ من عندي شوفي عندي خل ما شفناش شيء وين شوفي عندي طيب يلا طب هسه بنجيب طيب عندي الفستان وعندي الحزام وعندي الخركه عندك الخركه وبعيد عنكم تلبسيهن ايش والله اليوم عشان احنا بنحافظ على انه ما هو تراثنا هذا موجود فستان الفلاحي المحرك المورد بلا موجود وخركة صباح الخير ومش عارف صباح الخير هذا نور الصباح نور الصباح نور الصباح هذا اليانس الاصلي اللي بكان الاختياريات والموصلين والجورجيت بكان يعتزين في هذول اساميهن زمان بكان وابو الدين ابو الدين شغل يتقدم يعني الابو الدين تقدم بعد مش لبس الاختياريات لبس الصبايا هذا لبس الصبايا طيب لبس الصبايا زمان بكين يلبسنه ولا بكين النسوان بكين لبسوا الصبايا لبس ثاني ولا المهكرات الكبار لك بكين يلبس فساتين راكزه وبكين يلبس الابيض اللي هو للحشم يعني تحشمن فيه الخركه البيضة والفستان الابيض البنات مناديل البنات مناديل واحنا لحقنا المناديل بس
والفستان اللي بيجي مو له دمام مو له عليه ولا عليه هذا الفلاحي موجود الكل. هسه بدي اسالك عن العرس زمان وانت بكيتي صبيه بكيتي بنت حضرت على العرس؟ لا حضرت ولا حكيت وانا اللي بكيت اكون في العرس. طيب الله يقويك. منايف كنا منايف منايف جيب بك العرس الفلاحي في شفط قدوم زين العرس بك الحمد لله رب العالمين ان شاء الله تمام. اول شيء بك اشوفه ولا تشوفه بجوز ممنوع شو انت شفتي لبنايه؟ لا والله وابن عمي وما بعرفه. لا يوم العرس بس بجوز والله ابن عمي وما بعرفه. عواصف امه عواصف امه وخواته بجوز؟ لا خلص ابن عمها ابن عم بيطيع عن ظهر الفرس ما هو يعني اتحرج اتحراني وخلص الابو بده وعمي بده خلص. والمهر ومش مش يعني ملهاش راي البنت بك. والمهر قديش؟ شو بك 600 دينار 300 دينار انا لحك. جابني مكمله من انجل شي جابوا لي تسمي جاب لي الخزانه والله ابوي جاب لي الكراسي وجاب لي صيني وجاب لي الحلو اللي هو النكل اللي احنا بكوي كلوا له النكل. النكل النكل اللي مربيات الملبسات يعني الملبسات والتسالي جاب لي هذول بكوي. تفضلي يا حجه من الارز. الله يسلم ايديك شكرا لك. راعي برنامجنا الصناعه الوطنيه طبعا. سلم عليكم الله يطول. طبعا بكو قبل يعبوا جوني هيك جوني يعبوها الجوني هذا ملبس ملبس يجيبوا جوني صيني وجون تملبس للمخلوق للعروس. هسه بدنا نحكي عن الحنه. الحنه انت لحقت العرس الموضه القديمه؟ كله لحقت الجديد والقديم. القديم القديم جيب بك الحنه في شوفوا القدوم. الحنه بكو مثلا يعزموا بنات البلد فيش حدا يتأخر. البلد كلها كاملة يحضروا العرس اللي هو الحنة. الحنة وشاركن بنات البلد كلهن يجين في فادي من دار يجين من دار العريس لدار العروس بغناني وهني غني وانا لحكت شو بكين غناني وهني جاية. منايف هذا تراثنا احنا مستعفي تراثنا هذا مش احسن من غناني لولا العز ولولا التيف ما مشينا في الحارة. واحنا عكادين الشور وهن هالوزارة هذول هن ماشيات واحنا ماشيات وام العريس زام الحنة حامل الحنة وحامل ومزينته في جذوع زيتون في الورد وفي الورد عراسة الصينية وهالنسوان وراها واحنا ايش؟ واحنا نغني غناني غناني عطاف عيني عطاف اسبوع يا رجال الخطاف واحنا واحنا بأمر أبو يعني أمر أبو نايف الله أمر أبو نايف ما نخاف ما نخاف ذهبنا طار الجنين بأمر أبو نايف ما نخاف يعني غناني عربية. طيب ولما لما يصلني العروس مكعداتها معك ونسوي لها جنبي لا قبل ما نصل دارك يلا قبل ما نصل قول يا بي العروس فرش لنا دارك فرش لنا دارك وصيت لك والعز لصبيانك. يا بي العروس فرش لنا بيتك وصيت لك والعز والعز له لبيتك. نطلع فيها وبنضل نسمي ماشي طول الطريق من حارة لحارة. واحنا مشينا من حارة لحارة لما وصلنا ضربوا الأمارة ضربوا الأمارة ضربوا الأمارة. طيب وصلنا العروس يمكن مكعداتها على كرسي على كرسي وطاولة على كرسي يمكن محنيات يديها الهان وجيها الهان لا الحنة بعد السهرة. طيب الحنة طيب جين ودخلن ولا يجين اليوم زي ما قلت حيان الله الغناني ما حد بزعل منه قصدي حماتي شو هذا الله يرحم. طيب كان غنان وبعدها القطن دبشه القطن دبشه وبعد الدبشه انه يحنن العروس اخر يقعدين يدوسين قدامها حبل مودة شو كنتوا مسمينهم هذا دائره دائره ويرقصن ويدبشن يدبشن على دلعونه وعلى دلعونه وعلمك بدي غناني الحنه تراثنا انا ما بدي غناني اليوم اليوم على المسجلات مسعده مرشوشتين بالعطر يا دار الافراح فيها القرون فل وفيها المسك فواح يا داري يا داري لو عدنا كما كنا لزينيك بالورد والطيب والحين غنانين الحنة والعروس مكنودة
وحماتها وخواته وقراباته من نسوان الحارة يدوسن قدامها. بكاني كنا لها حنا تيلي بهالي ونكوش تشوشها كله. آه. ما خذت إلا العريس واللي فاتت يذله، يعني اللي راه اللي طلبها ومرأة. وما صحلوش يذله. إنه يذله. يكشير لاص وراحت عليه. لا حول ولا قوة. حنا تيلي بهالي ونكوش تملي الفنجان. ما خذت إلا العريس واللي فاتت راح ندمان. يعني اللي ما خذهاش ندم. ندم. أو بكان نطلع فيها غنان العروس. قديش يقعد الحين؟ نص ساعة ساعة؟ شو نص ساعة؟ سهرة للعروس من بعد سهرة الغناني والهذا ظل الصبح محنة ولا ما هي ظل محنة هي وكاعدة كاعدة ولا تنشف حناها تنشف حناها على ديها تنشف حناها بنات العيل يظلين ويوزعين حلو ويعملوا سهرة طبيخ يعملوا سهرة عشاء ليلة الحنة ليلة الحنة يحنوا أهل العروس الجماعة اللي جايين يحنيهم ولا أهل العريس اللي جابوا الطبيخ والله الكريم الأبو الكريم ما بيحوج على العروس يروحوا يجيبوا أكل من دارهم يعشوا يعني بقوا يعشوا الحنايات اللي بيضل يتعشين أو اللي بيضل يعني الكرابات وظلت الموضة إذا روحنا جبنا غريبة نأخذ عشانا معنا وطبختنا نأخذ اللحمة ونأخذ السمن طيب ونأخذ الروح طيب طيب وتحنينا وثاني يوم أجوا يأخذوا العروس غنان الفاردة شو هي وإني جايات يخلف على أبو العروس يخلف عليه للي ولو طلبنا النسب منه وانطانا غزال مصور هذه الفردة العروس هذا اللي ما بدنا نطلع العروس يخلف على أبو العروس يخلف عليه خلفين وطلبنا النسب منه وعطانا اللي بتسوى تنتين ونمشي غناني كثير طول الليل وطول النهار كل إشي إله إشي طيب واحنا طالعين فيها لما يطلعوها لما يطلعوها باخذ جمجمه وجهها او عبايه او شو يحطوها بعباية يحطوها على وجهها غبغان منديل كلوا يخلف عليكم كثر الله خيركم ولا عجبنا في النسائب غيركم هذا لمن يطلعوها وقبل ما يطلعوها يقولوا كالت العروس يا ابويا كليها في زي وكومي كالت العروس يا خالي كليها في زي زيدي دلاله ونطلع فيها يعني لقطات لقطات كل لقطه تبكى فيها حلقه انه اللي يطلع العروس ابوها واخوها واللي ابوها واذا عمها اكبر من ابوها يقدم عمها ابوها وعمها إذا العم أكبر من الأبو يجي عمها كبير عمها يمسكها من إيد من إيد وأبوها من إيد وأبوها من إيد مش خالها يعني أو أخوها نتشكى الثاني حسب إذا الأخال موجب وموجود بيطلع الخال الخال ولا العم إذا الأبو سمح أطلعناها أطلعناها مشينا فيها مشينا ولا رتبوها ومشوها على السجادة هالعروس بنكون رتبوها على رتبوها على فرس بكت تحط إيدها فوق راسها بكت تحط ايدها على راسها تتوصل دار العريس تعرفيش ليش يعني انت بكت تحط ايدها انه واجب واحترام لعيالها يعني انها مكدر عيالها عيالها على يعني انتو على راسي اللي جايين من هلا ما تصل بها انه عيالها وخطيبها عزيزتهم طيب شو يغنوا لها بكو يا منايف مشوها على السجادة هالعروس غالي وبنت جوادي هالعروس ومشوها على السجاجيد غالي وبنت جويد ومشوها بالهيلة وعزيزي على العيلة ومشوها بدلالة وعزيزي على اخوالها من هان نصل دار العروس نضل نغني هيك وتلزق العجينة وتلزق العجينة على ورقة توت ولا دوالي دوالي اللي اخضر في وقته لزقتيها انت لزقتها ولا ما عشت مع حماتك عشتي مع حماتك عشت مع حماتي تماتت 48 سنة وانا مع حماتي الحمد لله الله يرحمها الله يسامحها الله يسامحها الله يسامحها الله يعلم المهم يا سيدي شو اقول حرام خبز طابور بكيت تعجين وتخبز على الطابور اللهم صل على سيدنا محمد بكينا نعجن نخبز نطعم مارك الطريق زبلنا طوابين زبلنا طوابين لو نص الليل نروح نزبل نزبل الطابون ونروح واجن على الليل اخبز قبل ما ياذن الصبح قبل ما يكون للصلاه ونايف تبكي انتي قبل ما هو زمان الميت له 32 سنه الله يرحمه ويعفي عنه ام نايف نعم كل اولاد تجوزتيهم الحمد لله الصغير عندك هذا حبيبي امه لا الصغير الله يرضى عليه هسه في رام الله بيشتغل مرته بيشتغل مرته هناك طيب ما عنديش حدا طيب هذه الهديه من مجمع سيلة الدار التجاري الله يعطيكم ان شاء الله ومن شركه مصانع الشرق العربي للفوط هذه برضه هديه مقدمه لك تسلموا مين ما بدك انت تسلموا الله يحييكم حبيب ابو هشام قدامك حارات وشوارع تشوفوا القدوم واحنا ماشينا من حاره لحاره روح يا ابو هشام الله محيكم يا حبابة الروح
زريفة ولعيوني دمعوها سافر حبيبي. في بلدة شوف القدوم طبعا عضو المجلس القروي والأبو إيش البلد شيء مؤيد شتي وأبو إيهاب. أبو إيهاب وليد برهم نائب الرئيس. نائب رئيس المجلس قالوا بدنا ناخذك عند البابور القديم او البد القديم. يعني بكت هذه ايش؟ هذا بابور قديم معصرة زيتون ومطحنة. يعني هذه اهل شوف القدوم اللي بكوا اجدادكم سيادكم يجوا يعصروا فيها ويطحنوا فيها. قديش تقريبا عمرها هذه ابو؟ هذه عمرها من الاربعينات يعني. من الاربعينات. نعم. يعني 1940 هي يعني كانت هذه مركبة في 1940. ليش بكت تشتغل؟ كانت تشتغل هنا في عنا بابور طبعا فيش طاقة زي اليوم كهرباء وما كهرباء. كان في اسمه شيء اسمه بابور يشغلها. البابور مربوط بكشطان على المطحنة. المطحنة طبعا على كشطان. هسا الزيت كذلك الأمر على كشطان. يعني بدل المحولات في كشطان حلقة يعني اللي هو خلينا نقول اللي هي الطارة على طارة كشاط على طارة البابور. ومن هذا شو اسمه من هذا المنطلق يعني البابور يشتغل. البابور يشتغل. أبو إيش البلدش كلنا؟ أبو إيهاب مؤيد شتيوي. أبو إيهاب طبعاً إحنا بنشكرك وبنشكر أعضاء الرئيس وأعضاء المجلس القروي في بلدة شفر القدوم اللي استضافونا في هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين حتى ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج حروف وطن. اسمحوا لي أن أشكر مصورنا ومخرجنا الأستاذ باسل عطلة. أيضاً أشكر البيوت اللي دخلناها في بلدة شفر القدوم وأهالي شفر القدوم. كما وعدناكم يا أهالي شفر القدوم هينا جينا في حروف وطن على بلدتكم شفر القدوم. أشكر لوعات برنامجنا شركة مصنع الأرز وشركة مجمع سيلة الضهر التجارية وشركة البريك المضيفات الكيماوية وشركة الشرق العربية لصناعة الفوط لاكي بيبي. حبيبي أبو هشام يعطيك العافية أنت وجميع المشاهدين. كل منو وراء شغلكم يساويها. وأنا أستودعكم الله وإلى اللقاء. قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. يا بلاش الناس يلوموني بحب الفلسطينية. قعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية. وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية. لو كل العالم لاموني ويا حبابي ظلمتوني أنا قعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية. وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية. الزيتون وإلها عنوان معروف لكل الإخوان نزلت في نص القرآن تأمن إلنا الزيتية. وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية. يابا بيكفي يا مغتربين نادت قالت فلسطين عود لا ابن الحنين ترضعت عائدي. وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية. أنا بناشد باسم الجمهور وكل واحد بيجي له دور نحنا بنجاوب عالفور بوحدتنا الوطنية. وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية.